السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شعب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفي ناكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. خوتي، نعتذر على الغياب الاضطراري لأسباب قاهرة، وهي وفاة أخي الأكبر، ربي يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله، وإن شاء الله تدعونا معه بالرحمة، تدعو عليه بالرحمة إن شاء الله خوتي خواتاتي إن شاء الله. أولا، حصة اليوم بداية سنبدأ بالأمور الإيجابية، الأمور كالانتقاد والأمور تاع كشف بعض الحقائق حتكون في الأيام القليلة القادمة. اليوم غادي نتكلموا على جديد المنتخب الوطني، على جديد بيتكوفيتش اتصالته مع اللاعبين الجدد. معلومات حصرية كانت عندي عندها أكثر من أسبوعين أو ثلاثة، لكن تعرفوا ضيفو ما عندناش الوقت، يبقى كاين أمور خاصة نتقالوا المعلومة. ولكن اليوم نعطيكم معلومات يقدروا يسمعوها صحفيين باش يبوزو كيسول بيتكوفيتش، ممكن يسألوه ويعطيهم الرد اللي غادي نعطيه لكم الآن. ما يخفيكمش تكلمنا على قضية إبراهيم مازا وماذا حدث بعد تغيير الجنسية تاعو. هنتكلموا على جديد لاعبين آخرين راهم مشروع الاتحادية، نتكلموا عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. نبدو بابراهيم مازا. ابراهيم مازا بنسبة كبيرة ونسبة 100% سيكون مستدعي الى التربص المنتخب الوطني لمواجهتي الطوغو الذي سيعلن عليها في الساعات القادمة في الندوة الصحفية التي تجري الخميس بملعب نيلسون مانديلا. ابراهيم مازا رسميا سيكون جديد المنتخب الوطني. ابراهيم مازا نعطيكم معلومات حصرية ممكن يقولها لكم توزو الكيستيون السؤال تسألوا البيتكوفيتش في الندوة الصحفية. ما هي إبراهيم مازا عنده حوالي أسبوعين أو 10 أيام تكلم مع الناخب الوطني. الناخب الوطني اتصل بإبراهيم مازا وأقنعه بمشروع المنتخب الوطني، وكلام كان قوي وقوي من بيتكوفيتش، واللاعب كما يقولوا فرح وعجبوه عجبته الديبا مع بيتكوفيتش. قالوا ان شاء الله تقدم الاضافه للمنتخب الوطني، حتجينا في التربص، حتدخل تدريجيا في اجواء المنتخب الوطني، وباذن الله ستكون مشروع المنتخب الوطني. هذا الكلام اللي قاله بيتكوفيتش لوالد ابراهيم مازا. بين قوسين نكملوا المشروع تاع مازا، كاين واحد الشخص يتكلم كثيرا يقول بلي هو جاب مازا. الانسان تعرفوه، وصلوا ناس كذبونا في الفيديو، وانا نتحداهم بلي مازا مليار بالمئة من قام بانتدابه الى المنتخب الوطني هو محسن هيمور تاع المواهب الشابة. هو مليار بالمئة وعندي كل الأدلة. أما الناس اللي تكذب وتقول وجبناه ومنا وكوزا ما كوزا، أنا أقول لهم تكذبوا. ومازا ما باقي لهش أيامات، دوك يجي إن شاء الله يوم الإثنين يجي الجزائر، الثلاثاء والأربعاء تكون زون ميكس، يوم الثلاثاء تكون زون ميكس، ونتمنى من الصحفيين يبوزوا الكيستيون المازا ويقولوا له احكي لنا شكون اللي دار لك كونتاكت وجابك الاتحاديه مع وليد صادي. وما يقول لكم حيمور محسن باذن الله يقولها باش تطفاو الفرفره تطفى ديريكت. فوالا، هذه درناها بين قوسين. مازا سيكون ورقه رابحه للمنتخب الوطني. مازا سياتي يوم الاثنين صباحا رفقه والده الذي يشتغل في جمهور مستغل في ان كلينيك ولا مستشفى، حيجي الجزائر وحيروح الى عنابة يشوف المباراة ان شاء الله، يكون في برفقته ان شاء الله في المنصة الشرفية اللي يكون رفقته محسن حيمور اللي متكلف بانتداب المواهب الشابة في اتحادية الجزائر كرة القدم. هذه الله صحيح. ما زادت كان غادي نروحوا اللاعب الثاني اللي نعطيكم امور حصرية وحصرية. عنده حوالي اسبوع او اقل من اسبوع، حوالي يوم الخميس او الجمعة، بيتكوفيتش رسميا
يتصل في مكالمة هاتفية مع أمين شيخة لاعب كوبنهاغن، القلب الهجوم الواعد اللي يلعب في المنتخب في الفريق الأول لنادي كوبنهاغن الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا. أمين شيخة كان حاب يروطاردي يأخر لاريفي تاعو ليكيب ناسيونال، كان طريحة من على عام أو كان، ولكن بعد المستجدات الأخيرة بانتداب مازا للمنتخب الوطني والضجة اللي دارتها الألمانيين خاصة الفيدرالية الألمانية والمدرب الألماني وكذا وكذا، قالوا باللي سي بون لازم تجي الجزائر. حال الفضل الثاني لأمشيها تاني الفضل يكون لمحسن حيمون، معلومات من الاتحادية. أنا محسن حيمون ما نعرفوش، ما هضرت عليه كثيرا من قبل، كان عندي بتيت كونتاكت معاه عنده واحد 3 سنين ولا من حقول هجمع زطيوش، ولكن معلومات من المديرية الفنية الوطنية ومركز سيدي موسى قالوا لي عامل كبير هيقوم به هذا محسن حيمون. اتصل بالعائلة أمين شيخة وقال لهم ما تراطوش لوكازيون ما دام كاين تشبيب للمنتخب الوطني، شوفوا المزاجة، شوفوا الضجة اللي وقعت عليه في ألمانيا. قالوا لهم إذا حابين تجو قبل نهاية هذه السنة أو ما كومش ما تجوش، العام الجاي كاين تصفية كأس العالم وسي صعبة وصعب جدا نعيطوا لكم، لازم تشاركوا في التصفيات. والد الشيخة اقتنع بهذا الأمر، ولكن كان عنده شرط، شرط سهل وشرط فصيل، هو أن يقوم بيتكوفيتش بالاتصال ب بأمين شيخة والده، وسيكون تماك الكلام للديغنيا دي سيزون. عندها 5 أيام بيتكوفيتش اتصل بأمين شيخة، تكلموا مطولا في اون بتيت كونفيرونس مع الوالد تاعو، قنعوا بالمشروع وقال له كلام بلي انت هو منتم من المشروع المنتخب، والكلام اللي توشى بزاف أمين شيخة، قال له انا في المنتخب الجزائري اليوم راني، غدوه ما كانش، ولكن انتم مستقبل الكره الجزائريه لازم نخدموا للمدى الطويل. انا بيتكوفيتش عنده النيه، قال له لازم نخدموا للمدى الطويل، ما نش نخدموا عليه انا. اتصل به عطاه كاع الامور، أمين شيخة اقتنع، وفي الايام القليله القادمه سيجهز ملف تغيير جنسيته. حتى الآن أمين شيخة لم يدفع ملف تجنيسه تغيير جنسية، ولكن الأمور جدية بدأت. أمين شيخة اقتنع بكلام بيتكوفيتش وبدأ يجهز في الملف تاعه، وحوالي أسبوع أو أقل من أسبوع أمين شيخة سيقوم بإرسال ملفه للفيفا، وبنسبة كبيرة أمين شيخة سيكون مع المنتخب الوطني شهر نوفمبر القادم. حتى بيتكوفيتش اقتنع بأمين شيخة، قال له هل هديه، قال انا عندي عدة لاعبين في المنتخب الوطني، عندي دينا في دمي، ما عنديش رقم 9 ديال، قال انت البروفيل اللي محتاجه في المنتخب الوطني. وبالنسبة كبيرة أمين شيخة غادي يدير المركز تاعو ديريكت باسكو افونسون توب تاع لي توب. فوالا عطيناكم أمين شيخة، الكلام اللي كان يضحكوا على محسن ايمور ويضحكوا على سيتي حدا بلي راه يكذب عليهم، هلا بريف لي تروا جوا اللي قال عليهم، ومازال كاين مفاجآت قوية وقوية جدا في الأيام والأسابيع القادمة. على كاين جوار جدد غادي نهضروا عليهم، عندهم وزن ثقيل، إن شاء الله حيقوم بتغيير جنسيتهم وحينها سنتكلم. حنا ما نجوش نحرقوا المشروع تاع الاتحادية، نسطروا ماستر الله، كاين أمور إيجابية غادي تسرى في قادم الأيام، كاين نجوم حتى واحد ما متوقعهم بإذن الله سيقومون في صفوف المنتخب الوطني بإذن الله وبإذن الله. فوالا خاوتي تكلمنا على هذا السوجي، هذا رجوع خفيف بعد غياب طويل على القناة تاعنا وعلى صفحتنا بالفيسبوك. إن شاء الله في قادم الأيام سنعطيكم أمور قوية وقوية جدا. تحية الجزائر، نتكلم غدا بإذن الله على قائمة بيتكوفيتش، أو اليوم مساء على بيتكوفيتش وعلى قائمته اللي ستكون فيها أمور كويسة إن شاء الله، ستسكت أفواه عدة هايشر وزعمائهم. نعطيكم أي حاجة أخيرة، بلايلي بنسبة 95% معرفش في القائمة، ما ولو خلينا نخلوها لكم مفاجأة بإذن الله. تحية لكم خوتي، 1 2 3 فيفا لاجيري.